معنا مشاهدينا الكرام بشأن صراع الميليشيات من فيينا الإعلامي زياد السنجري. مرحبا بك أستاذ زياد. إذا ما أسباب وخلفية هذا الصراع بين ميليشيا العصائب وتيار الحكمة؟ أهلا وسهلا. بكل تأكيد شاهد أغلب العراقيين والمتابعين والمحللين صراع الدائر الآن ما بين تيار الحكمة وهو أحد الأحزاب المعروفة بولائه إلى إيران، والميليشيات العصائب وهو مرتزقة أيضا نستطيع أن نعتبرهم تابعين لإيران وبشكل واضح، وهي ليست تهمة بالمناسبة بقدر ما هي حقيقة راسخة لكل العراقيين. الأحداث التي شاهدناها والبيانات المتبادلة والتهديدات وكل ما شاهدناه هو صراع على النفوذ وعلى مكاسب سياسية واقتصادية ما بين التيار والعصائب. هناك تقاطع في المصالح، هناك تيار الحكمة في إحدى القوائم وجماعة قيس الخزعلي وهم العصائب في قائمة أخرى، قائمة البناء عكس قائمة الإصلاح، وهذا ما تسبب لهم بصراع سياسي، وربما هناك صراع آخر على الأرض واتهامات متبادلة. شاهدنا كل العراقيين شاهدوا كيف أن تيار الحكمة اتهم عصابة قيس الخزعلي بقتل أحد أصحاب المطاعم، مطعم ليمونة في بغداد، كذلك اتهموه بسرقة مصبيجي. ورد قيس الخزعلي وجماعة قيس الخزعلي باتهام تيار الحكمة، ولكن طالما نفى الطرفان تلك الاتهامات، لماذا برأيك تظهر هذه الفضائح عند كل صراع؟ بكل تأكيد هناك غسيل قدر لهذه الميليشيات وهذه التيارات التي تحكم العراق منذ 2003 ولحد الآن. نحن نتحدث عن جرائم كبرى ضد العراقيين. أهلنا بالجنوب من الشرفاء المتواجدين في بغداد وفي الجنوب كانوا لا يصدقون بأن القوات الحكومية تفرض أتاوات على المواطنين حال كداعش، ولكن عندما أتوا إلى محافظة نينوى وشاهدوا بأم العين، ولكنهم يعرفون اليوم بأن نفس هذه الأتاوات ونفس هذه الضرائب تفرض اليوم من قبل الحشد. الحقيقة العراقيون الآن يدركون جيدا، كل العراقيين بكل مكوناتهم، الأكراد، الشيعة، التركمان، المسيحية، يدركون جيدا بأن المتواجدين الآن هم مرتزقة تابعين ولديهم أجندة ثابتة، وما نشاهده من صراع هو صراع لأجل المصالح الاقتصادية والسياسية ومصالح نفوذ، وهناك مناطق سيكثر فيها الصدام ومع تيارات أخرى أيضا. لن نشاهد مثل هذا التيار الحكمة والعصائب هذا الصراع فقط، وإنما هناك صراع آخر. الكل يعلم بأن العصائب هم مشقين ومرتدين عن تيار الصدري وجيش المهدي، حتى قيس الخزعلي نفسه الذي قتل أخاه ورد بقتل مئات الأشخاص حسب ما قاله مقتدى الصدر. ندرك جيدا بأنهم هي عقلية عصابات تحكم العراق اليوم، عقل مشهد المافيات هو اللي يحكم العراق اليوم. كلنا طيب ندرك أن هذا الطرف أو ذاك الطرف هم مجرد لصوص وسراق وفاسدين في يتحكمون بمصير العراق اليوم. ما الدلالة الزمنية لهذا التراشق الإعلامي، وهل يرجح انتقاله إلى الشارع مع تحذير تحالف الإصلاح من يعني نزاع عسكري بسبب هذه الأزمة؟ ربما هناك نزاع عسكري، ربما نقول، ولكن بكل تأكيد إيران ستتدخل. أما الشارع العراقي فهو بعيد عن هذه المسألة. ماذا كسب الشارع العراقي من قيس الخزعلي أو من تيار الحكمة؟ ماذا استفاد المواطن العراقي إذا كان شيعي قبل أن يكون سني من قيس الخزعلي أو تيار الحكمة؟ هذا لديه أرصفة في ميناء البصرة وحقول نفط تابع له، ولديه مصالحه الخاصة، وذلك لديه مصالح خاصة بالتسليب والقتل والنهب. لماذا يتقاتل العراقي لأجل قيس الخزعلي أو لأجل تيار الحكمة؟ لم يستفد العراقيون بكل مكوناتهم من هذه الوجوه. لذلك أعتقد لا يوجد صراع في الشارع العراقي، ولكن ممكن صراع مافيات وعصابات كما العصابات الإيطالية أو
في أمريكا في بداية القرن الماضي، نشاهد مثل تلك التصفيات وتلك العمليات لأنهم يحكمون بتلك العقليات، يتصورون بأن إدارة الأمور تتم عبر الاغتيال والقتل، وهذا لا يخفي حتى قيس الخزعلي الذي قال بأنه خطفوا مجموعة صحفيين وتركهم بدون فدية، ولكن كم شخص خطفهم بفدية أفرج عنهم بفدية، وكم شخص لم يفرج عنه وقتله؟ الحقيقة الدامغة الآن والتي يدركها كل العالم والمجتمع الدولي والعراقيين بصورة عامة أن هؤلاء المرتزقة هم مجرد قتلة لصوص سراق فاسدين يديرون الأمور بأسلوب وعقول المافيات فقط وعقليات الميليشيات فقط في العراق. وعلى العموم بعد ساعات سيحضر إلى بغداد وزير الخارجية الإيراني ربما ليحسم الأمر. شكرا جزيلا لك الإعلامي العراقي السيد زياد السنجر.